نمر الآن إلى عملية التصويت. أعرض المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون الإجماع. أعرض المادة الثانية للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الإجماع. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الإجماع. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 133/13 يقضي بتغيير قانون رقم 05/12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي